الانتخابات شيخ؟ اولا المقدمين للترشيح عدد من الشخصيات الوفدية المحترمة ما يقرب من 80 مرشح هيئة وفدية للهيئة العليا. ما اهلا وسهلا. تقدم ايضا مجموعه شباب 11 سيادتك على السكرتاريه الوفديه. صدقني الـ80 مرشح للهيئه العليا من الوفد من الشخصيات المحترمه جدا. السكرتاريه شخصيات محترمه جدا. كل منهم ينفع عضو هيئه عليا. جميع المتقدمين للترشيح الجميع حضرتك يعني اقدر اقول لك انه جدير بموقع الهيئه العليا. وان كنت انا بقالي 30 اكثر من 30 سنه في الوفد، لكن اجد في الـ80 مرشح انهم افضل مني جميعا، وال11 سكرتاريه للهيئه الوفديه فكلهم على مستوى المسؤوليه وعلى مستوى الدور الوطني والدور الوطني لحزب الوفد ونضال حزب الوفد. نتمنى ان تتم الانتخابات على خير، ومن يتم يوفقه الله فهو وفدي عليه مسؤوليه تجاه الاخرين، ومن لم يوفق فهو وفدي وعليه استكبار رسالته تجاه ربه ووطنه ووفده.